تطبيق العد التنازلي للموت او زي ما بيسموه بلعبة الموت. ايه بقى قصة التطبيق المرعب ده اللي انتشر في الفترة الاخيرة؟ وهل فعلا التطبيق ده بيتوقع امتى الشخص اللي بيستخدمه هيموت؟ وايه اللي حصل لليوتيوبرز اللي استخدموا التطبيق ده وحملوا اللعبة دي؟ وحنشوف في فيديو النهاردة يوتيوبر اسمه جاك جيستر حمل التطبيق ده وكان مكتوب له في التطبيق انه فاضله 9 ايام ويموت، فقرر جاك يصور فيديوهات لكل اللي حصل معاه. Do we accept? 0 years. النهارده هنعرف القصه كامله عن التطبيق ده وايه اللي حصل بالظبط مع جاك. في البدايه ما تنساش تحط اللايك الجميل، ولو بتحب القصص الغريبه والجرايم ما تنساش تعمل سبسكرايب وتشترك في القناه. انا عمر عادل ويلا بينا نبدا فيديو النهارده. قصة التطبيق اللي انتشر من فترة وكذا حد منكم بعتهولي عشان نتكلم عنه، درجة ان كان عندي فضول فعلا اعرف ايه التطبيق اللي اسمه لعبة الموت اللي كل الناس بتتكلم عليه. بعد بقى ما بحثت وقريت عن التطبيق ده اكتشفت ان التطبيق ده زي اي تطبيق عادي بتحمله من على المتجر، لكن الغريب ان التطبيق ده بالذات وظيفته انه يقولك فاضلك كام سنة من عمرك بالساعة والدقيقة وكمان الثواني. يعني التطبيق ده ببساطة وظيفته انه يتوقع امتى الشخص اللي هيحمله هيموت. طبعا بالنسبة للجانب الديني كلنا عارفين ان لا يعلم الغيب الا الله وان الاعمار بيد الله. احنا بس مجرد بنجيب القصة الغريبة اللي بتطلبوها وبنحكيها في فيديو. الحاجة الغريبة في الموضوع ان تعليقات الناس في المتجر بتاع التطبيق تقول ان اللعبة دي حقيقية وفي ناس ماتت في الواقع بسببها، وناس تقولك ان اللعبة مسكونة، وناس تقول اللعبة ملعونة، ومليون حاجة اتقالت على التطبيق ده. بس انا في فيديو النهاردة هشرح لك القصة من بدايتها واللي حصل مع كل الناس اللي استخدمت التطبيق وحتى اليوتيوبر جاك اللي اتكلمنا عليه اللي هيورينا رحلته الكاملة مع استخدام التطبيق. في البداية فكرة التطبيق اصلا كانت فيلم رعب بيتعرض في السينما، وبعد كده الفكرة دي اتحولت على ارض الواقع. جت فكرة التطبيق ده من فيلم رعب اسمه كاونت داون، يعني العد التنازلي. بيبدأ الفيلم بشوية صحاب كانوا قاعدين في حفلة وبيتكلموا على نظام الغذاء النباتي، وقعدوا يوروا بعض ان في كمية تطبيقات كبيرة بتوري السعرات الحرارية في الأكل، والبنات اللي كانت قاعدة فضلت تشوف أفضل برنامج فيهم عشان تحمله. كانوا ساعتها بيدوروا على برنامج يكون فيه العد التنازلي للوزن، لكن ساعتها لقت برنامج تاني مختلف واسمه برضو العد التنازلي، ولما قررت تشوف الوصف بتاعه قرت ان البرنامج بيعرف ميعاد موت الشخص اللي هيحمله. فالشلة كلها شافت ان الموضوع مسلي ومثير للاهتمام، فقرروا كلهم يحملوا البرنامج. كلهم ساعتها ظهر لهم ان هم هيموتوا برضو بس بعد سنوات طويله، الا بنت واحده بس اسمها كورتني ظهر ليها انها هتموت بعد 3 ساعات. بدات كورتني تحس بالخوف والتوتر بس ما اهتمتش للموضوع وقالت ان البرنامج ده مزيف. وبعد الحفله كورتني كانت هتروح بعربيه صديقها اسمه ايفان، بس صممت انها ما تركبش معاه لانه كان شارب ومش في وعيه، فخافت ساعتها طبعا انه يعمل حادثه وتموت معاه، فنزلت من العربيه وقررت ان هي تروح بيتها ماشيه. واول ما نزلت كورتني من العربيه جالها رساله على موبايلها ان هي خلفت الشروط والاحكام بتاعه التطبيق، وبدات بعدها تلاحظ ان في خيال بيراقبها، وفضلت تجري اكتر في منتهى الرعب لحد ما وصلت البيت بتاعها. واول ما راحت الحمام حست بصوت جاي من ورا الستاره، بس كل ما تبص ما تلاقيش حد وراها، وترجع تاني تكمل الحاجه اللي كانت بتعملها، بس فجاه لقت الستاره اتشدت وقفلت لوحدها. بس قبل ما تقرب من الستاره لقت حاجه سحبتها لفوق ورمتها على الحافه بتاعه الحمام، وماتت كورتني في نفس اللحظه والثانيه اللي كان محددها التطبيق. الغريب ان ظهر بعدها صديقها ايفان وهو عامل حادثه العربية، وظهر جذع شجرة كبير جدا مخترق الكرسي اللي كانت قاعدة عليه كورتني. كان زمان كورتني قاعدة على الكرسي ده، يعني عايز يقولك انها كانت هتموت في جميع الاحوال. طبعا كل ده نبذة مختصرة عن الفيلم عشان تكونوا فاهمين الموضوع. خلينا بقى دلوقتي نروح للي حصل على ارض الواقع. بعد ما نزل الفيلم ده في مجموعة من المبرمجين عجبتهم الفكرة جدا، فقرروا ان هم يعملوا تطبيق اسمه كاونت داون او اسمه العد التنازلي. بعد ما نزل التطبيق على المتجر بدأ تنتشر اشاعات ان في حاجات غريبة جدا بتحصل للناس اللي بيحملوه، واول حاجة بتحصل اول ما تنزل التطبيق على موبايلك ان التطبيق هيبدا يتهز من غير سبب. وناس تانية كانت بتقول ان الموبايل بيبدا ينبض زي نبضات القلب، مع كمان ان الفلاش بتاع الموبايل بيفضل ينور ويطفي بشكل عشوائي. وبعدها التطبيق بيعرض لك العد التنازلي وكان باقي من الوقت عشان الشخص يموت. الغريب ان الناس في التعليقات كانت فعلا بتقول ان التطبيق غريب، وبدا يحصل لهم حاجات غريبه جدا من ساعه ما حملوه. يجي دلوقتي للقصص المرعبه اللي حصلت للناس بعد ما حملوا التطبيق، وبعدها هنشوف مقطع بيوضح ايه اللي حصل بالظبط لليوتيوبر اللي استخدم التطبيق. احد هذه القصص كانت لشاب اسمه لوكس، كان بيحب رياضة التزلج على الجليد بشكل كبير جدا. لما نزل لوكس التطبيق ظهر له ان هو هيموت بعد 72 ساعة. في البداية لوكس ما اهتمش للموضوع وقال ان التطبيق ده بيخرف وبيقول اي كلام، لكن مع مرور الوقت بدأت تحصل حاجات غريبة جدا مع لوكس ما بتحصلوش في العادة. كان بيقول لوكس ان خطيبته القديمة رجعت تتكلم معاه تاني بعد انقطاعهم عن الكلام لمدة 2 سنين. كانت بتقول له انا بس بقول لك خلي بالك على نفسك وانت بتتزحلق على الجليد. طبعا لوكس استغرب من الرسالة لان بقالهم 2 سنين ما اتكلموش مع بعض، واستغرب ساعتها لان
فجأة رجعت تكلمه وتقول له خلي بالك من نفسك ما انه بيلعب اللعبة دي من زمان، لكن برضه ما اداش للموضوع اهتمام كبير. ورجع تاني يمارس رياضته الطبيعية في التزحلق على الجليد بشكل طبيعي، ولكن في اليوم ده بالذات لما وصل المكان كان فاضي، والأرصاد ساعتها كانوا محذرين ان محدش في اليوم ده خالص يحاول يروح يتزحلق على الجليد، لان في اليوم ده كان في عاصفة هتضرب المكان. بس طبعا لوكس ما كانش يعرف. للأسف لوكس مات اليوم ده بعد وقوعه من على منعطف ثلج عالي. لحد دلوقتي الموضوع كله ممكن يكون صدفة، ان في ناس تانية برضو استخدموا التطبيق وما حصلش معاهم اي حاجة، بس كان بيحصل معاهم حاجات صغيرة كده غريبة، زي ان هم مثلا يكونوا ماشيين على طريق ويلمحوا شخص او خيال كده واقف على جنب، او في بعض الاحيان بيطاردهم، وساعات كمان كانوا بيسمعوا اصوات غريبة لما بيكونوا قاعدين في البيت لوحدهم. اما ارعب حاجة اتقالت عن التطبيق ده واللي انصحك ما تدورش او تحاول تحمله ابدا، ان ناس كتير قالت انك لو حاولت تحمل التطبيق ده ونزلته على موبايلك مش هتقدر ابدا تحذف التطبيق، وحتى لو حاولت مليون مرة تمسحه من على موبايلك التطبيق بينزل نفسه تاني من على المتجر بدون علمك. وبنت على التيك توك بعد ما حملت التطبيق قالت ان هم فضلوا يبعتوا لها رسائل ويقولوا فيها انها هتموت بعد 24 سنة و166 يوم، وبدأ الفلاش يشتغل على موبايلها بشكل غريب. كانت مرعوبة من الحاجات اللي بتحصل معاها دي، وكانت مأمنة مليون في المية ان التطبيق ده حقيقي، ومش بتنصح اي حد انه يفكر يحمله. انا بالنسبة لي مستحيل اخد معلومة زي دي مؤكدة، وخصوصا من برنامج التيك توك، لان زي ما انتوا عارفين معظم الفيديوهات اللي بتكون على التيك توك الغرض منها بس ان يحصل ضجة، الا بعض الناس فعلا بتقدم هناك محتوى مفيد ويتعدوا على الصوابع، فبالتالي كلام البنت دي لا يعتبر دليل قاطع. ونشوف دلوقتي احد اليوتيوبرز اللي جرب التطبيق. ومن اليوتيوبرز اللي حملوا التطبيق كان شخص اسمه جاك جيستر. بيقول جاك انه شاف اعلانات كتير جدا للفيلم اللي هينزل قريبا وكان باسم كاونت داون. بدا يقول ان كان افضل طريقه انه يتروج للفيلم ان يتعمل له تطبيق، وقال انه متاكد ان اللي عملوا التطبيق هم نفس الاشخاص اللي انتجوا الفيلم. وقرر جاك انه يجرب بنفسه ويتحمل التطبيق، واول حاجه لاحظها بعد ما نزل التطبيق ان موبايله بينبض نفس نبضات القلب. Allow notifications, but it also has this nice little vibration effect. It's kind of like a heartbeat or whatever. Danix is ready. Do you accept your fate? Do we accept? فقال كويس قوي لحد هنا الموضوع شكله ممتع ومثير. بعدها طلع له رساله بتقول ان عدادك التنازلي جاهز، هل سوف تقبل مصيرك؟ وساعتها جاك وافق وداس على كلمه يس. ساعتها ظهر له على الشاشه انه فاضل له 9 ايام و23 ساعه و46 دقيقه و35 ثانيه، وبعدها اعلان يعني بيقولوا لك هتموت امتى وبيعملوا كمان من وراك فلوس. وقال بعدها بقى ان فضل الفلاش ينور بشكل غريب، فقرر جاك انه يصور كل اللي هيحصل معاه في التسع ايام الجايين. وفعلا بعد 9 ايام قرر جاك انه يصور فلوج، وبيقول ان التطبيق مطلع له ان فاضل له بس 11 ساعه و37 دقيقه و35 ثانيه، فيقرر يصور فيديو يصور حاجه غريبه وممتعه في نفس الوقت. راح بقى جاك عند مكان مهجور وصور عند السكه الحديد، وطلع له التطبيق انه معاه دقيقه و34 ثانيه لحد ما يموت. بسم الله ما شاء الله قلبه ميت قوي. وبعد ما قرر انه يمشي على سكه الحديد وقال عند العد التنازلي، فجاه الكاميرا بطلت تصوير لان موبايله ساعتها طلع ان الذاكره ممتلئه. غريب ان ما حصلوش اي حاجه، على عكس ما انا وانت يا عزيز المشاهد ما قعدنا نتخيل دلوقتي. القطر داسه ولا حد قتله ولا حصل له اي حاجه. في النهايه يا عزيزي المشاهد اتمنى اكون انا وانت مجرد بس بنحاول نعرف القصه والحاجات الغريبه وبنستمتع كده باحداثها وبنعرف تفاصيلها من باب العلم بالشيء، انما الموضوع في الاول وفي الاخر عباره عن بدع وكلام فاضي. وزي ما قلنا طبعا ان الاعمار بيد الله، لان ولا تطبيق ولا انسان ولا حيوان ولا اي حد في الدنيا يقدر يعرف انت هتموت امتى، لان كل الاشياء دي في علم الله بس. اتمنى تكونوا اتبسطتوا في فيديو النهارده، وزي ما اتفقنا اي حد عنده قصه او جريمه عايزني اتكلم عنها اكتب لي تحت في الكومنتات. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي بإذن الله.